صباح الخير حبايبي، كديري لاباس عليكم خوتي العزاز؟ اش اخباركم؟ ياكلشي مزيان؟ المهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو ديال روتيني اليومي اللي بصراحه بزاف منكم طلبني عليه طالب بزاف صراحه. اروح كيف مشوا معايا في البدايه ديال الفيديو، فقط كيف الكل فقط غسلت فمي وجهي طبعا وطبيعه الحال عويناتي هكا باش نتحيد منهم ديك الوسخات اللي كيكون فيهم. ومن بعد راكم تشوف معايا وجدت الفطور ديالي المتواضع الحمد لله فضل الله، كليت شبعت وكلشي، عاد دابا رجع فيا الروح. بصراحه ملي كان فيق ما كنقدرش نهائيا انني ندوي. حاليا دابا ملي خلصت الفطور ديالي بصراحه انا ما حطيتهم في لافابو، ما غاديش نغسلهم دابا. دابا غنمشي ديريكتومون للغرفه ديال النوم ديالي وغادي نشوف ان شاء الله شنو غادي ندير وكلشي اليوم ان شاء الله كيفاش غادي يدوز النهار ديالي. والا كتب الله اكيد غادي نشارك معكم ايضا الغديوه ديالي الا طبيعه الحال مشى الامور كيف ما انا حاسبها. ايوا هذا ما كان اخوتي الاعزاء، المهم نتوما خليكم معايا وخلي لي تحت في لي كومونتير الدعاوي ديالكم كيف العاده وشكرا لكم بزاف الاعزاء. المهم دابا جيت الغرفه ديالي وكلشي، فاول حاجه غادي نبدا بها هو غادي نبدل هاد اللعيبات اللي كاين فوق السرير ديالي، الغطاء وكلشي لي زار. المهم يمشيو يتغسلو من بعد غادي نبدل كلشي اي حاجه تحت هنايا والتحت كلشي غادي نبدل باش نحطو في الماكينه. بصراحه كل بالنسبه لهادو هادو اللي كنتغطى بهم هاد الليزر وكذا والمخدات بالضبط انا كنردهم البال كسر حيتكم عارفين المخاد كنعرقو وكذا وكيبقى فيهم البكتيريا اللي كنغيرهم كل يومين كنغسلهم. اما بالنسبه للليزر وهادو مره في السيمانه كنغسلهم وعلى حسب الا كان جاو سخون هكا وعرقنا كثر فكيتغيروا كل 3 ايام 4 ايام. هذا كان كيف ما قلت لكم على الغسل، نحيد هذه حتى هي المهم انتم غدوزوا معايا النهار ديالي كامل غتشوفوا اختكم نعيمه ملي كتفيق شنو كدير. المهم اليوم راني بوحدي في الدار عالي ما كاينش. نتوما خليو لي ايضا الفيديوهات اللي باغيني ندير واللي عليه طلب بزاف واللي غادي ندير ان شاء الله في هذا الاسبوع. المهم هادو غادي نمشيو للغسل دابا نيت. بخصوص الصيف صراحه مع كيكون الجو حار بزاف كنتغطو بشي حاجه اللي خفيفه. الوغ دابا انا غادي نقرب لكم كاميرا غادي نشوف غادي نوريكم الاتاويش هنايا تحت كيف داير تحت الكاتري تحت لولي. المهم بصراحه اول مره غادي نشارك معكم هنايا شنو كاين واخا كيف ما داوش على الامور كيف دايره هنا مخربقه الصراحه. الوغ هنايا عندي اي حاجه كتخص الغطاء يعني كتخص من البطانيات الشراشف الليزار غتلقاو اي حاجه بحال مخدات زايدين تلقاو هاد الغطاء ديال الفرشه غادي تلقاو هنايا الليزار سميتو البطانيات هكا. المهم اي حاجه كيخص الفراش غادي تلقاو هنايا. فان شاء الله هادشي كامل خصو يتقاد حيت الصراحه صافي لونطو ما قاديتوش غير كناخذ داكشي كنمشي نحطو في الغسل كنطوي وكنحيد. بصراحه البارفوم ما كتكونش لقانا نهائيا. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هادشي وغادي نقادو نشوفو الامور كيف دايره وايضا بغيت نشوف صراحه دي تخوك اذا كانوا خاصيني وكذا باش نتقداهم. فهذا ما كان اخوتي الاعزاء. تبارك الله اش غادي نقول لكم كاع الشراوط مخبياهم هنايا. فهنايا بصراحه خصو يتنقش شويه حيت بان ليا فيه شويه ديال الغبره. شوفوا غيتنقى هادشي نقي بشي شيفون هكا ناشف داك الصفر عاد باش ان شاء الله نقاد وندوز لديك بلاصه اخرى وهانتوما غتشوفوا معايا كلشي. المهم بالنسبه لهاد اللعيبات بصراحه تقبعوا لي هادو كيكونوا هنايا ما بين هادي وهادي بصراحه دابا ولات مفاصله
فتنشوف ان شاء الله شنو غادي ندير وتيجي علي ونشوف الامور كيف دايره. المهم هذه درت ليا ديجا وكنسيت ما قلتش لعلي. ايوا هذا ما كان اخوتي العزاز، هذا ما كان. المهم دابا خصنا نقيو هذا الشيء ونطويوه هذا الشيء ديك. صراحة في هاد البوشيت كاين واحد الطقم اللي عزيز على قلبي بزاف، واللي بصراحة اللي واعر اللي كيعجبني بزاف. فقليل بصراحة اللي كنفرشو. المهم شوفوا الامور كيف دايرة. المهم مسحت ديك الجهة واخيرا حطيت لي فاليز، ديما كنت كنحطهم في ديك الغرفة، حتى هي غادي تعمر ان شاء الله وغادي تفرش كدا، فخصني ندير لهم بلاصة. وان شاء الله الا جبت تما كاين شي سرير اكيد غادي نجيب بحال ما هذا، يكون حتى هو فيه مكان لتحت باش ندير فيه لي فاليز، ندير فيهم هكا المخدات للضياف، طانطات، ليزار وكلشي ان شاء الله. نستف داكشي اللي كنت باغا ندير. هذه غادي نفرشها، فخديتها هذه مؤخرا بصراحه، ماشي انا اللي خديتها، علي اللي خداها. وحرت نفرش هذا، هانتوما يعني شوفوا كاين هذا تاو زوين بصراحه، ولا مره فرشتو، هادو كاملين باقيين جداد صراحه. يا هذا يا هذا، شفتوا هذا فن واعر، هانتوما شوفوا كيف داير كيف كيجي. وهذا بصراحه حيت لي ديك اللعيبه ديالو فخليته غير في هذا الميكا، حتى هذا زوين. المهم ما عرفتش، المهم واحد من هادو غادي نفرشهم، ما تبقى كلشي غادي يدخل. هنايا عندي جوج مينطات، هذه بصراحه فايت لها استعملناها، وهذه راه باقه جديده وان شاء الله باقي خصني نزيد. غير كيف قلت لكم خص يكون بلاصه ان شاء الله، منين غادي نفرش ديك الغرفه غادي نعمرها بهذا الشيء، يعني للضياف ولا لينا. وهنايا السفت، هنايا في البدايه داك الشيء اللي كنحتاج دائما، فان شاء الله عجبوني داك النهار فاش مشيت لايكيا، عجبوني هاد ليزارات اللي كيكونوا ملاصقين مع هنايا، اللي كيتلصقوا قلت لكم مع هنايا كيتجبدوا. فان شاء الله غادي ناخذ من تما كاين شي جوج ولا ثلاثه، وكان السعر ديالهم بصراحه 180 ليره، فان شاء الله غادي ناخذ ثلاثه ولا جوج، المهم على حسب. بغيت ناخذ من ايكيا ان شاء الله، اللي كيتجبدوا كيتلصقوا في الـ في في فلولي في الفرشه. ها انتم بحال هادو، كاين هادوك التوب ديالهم بصراحه غزال حسن من هذا. وعندي هذا بصراحه كنحماق على هذا، تاو عزيز عليا وبصراحه ما نكذبش عليكم، ولا مره فرشته، هذا باقي جديد وفيه وريدات هكا الخضريه. يا لاله ها انتم بغيت نوريكم. المهم هادو الطويان ديالهم صراحه شويه صعيب، فكنطويهم هكا نورمال وكنحطهم في هاد البوشيت بحال ما هكا. بصراحه انا عز عليا ديما بحال هادشي هكا يكونوا في لي بوشيت، باش حتى الا كانت الغبره لتحت ما يتغبرش ليا ولا شي حاجه.
تحس عارفه متاكده غادي تسولوني نعيمه علاش ما وريتيش لنا في الفوشيط شنو كاين هنايا. عزيزه شوفوا الامور كيف دايره. المهم هانتوما تقاد، المهم كلشي تقاد الحمد لله. شوفوا صراحه فغي ممكن تهام لهاد البلاصه بزاف، فحاولت ما امكن اني نقادها. المهم كيف ما قلت لكم هنايا حاطه المناط، حاطه هادو اللي كنتغطاو بهم، وهنايا حاطه هاد الليزرات اللي كنفرش دائما اللي كنستعملهم اغلبيه، وهنايا المخدات باقيين جداد، وهادو داك اللي قلت لكم، وهذه الطقم. وبالنسبه للفاليز الصراحه ديال يوسبرو، علاش انا حطيتها هنايا هي وهذا الفاليز، صراحه ديال يوسبرو كبر من هذا الموف، فحتى الا جبت السرير ديال الضياف ما غاديش تجي قدها حيت كبيره بزاف. ففي السرير ديال الضياف ان شاء الله تحت منها غادي نحط قومه اللي جداد ان شاء الله. الا خديتو غادي نشارك معكم كل شيء. المهم هانتوما قولوا لي الامور كيف دايره. المهم الصراحه فريمون بان فرق كبير، وكنت هامله هاد البلاصه كيف ما ديجا ذكرت لكم. حاليا دابا غادي نفرش هاد نشوف كيفاش غادي يجي هاد الطقم، وهانتوما معايا. شوفوا البنات في هذا بصراحه اكثر حاجه عجبتني فيه هما هاد اللاستيك اللي كاين فيه، احسن من هادوك اللي قلت لكم كاملين كيتجبدوا. فهادو براتيك كسر. شوفوا صراحه واعرين. نفرشوا فوق السرير ونشوفوا كيفاش غادي يجي. هذا غادي يكون براتيك على الاخر كيف ما قلت لكم بهذه الطريقه. الاخضر بصراحه كيف طلع بصراحه واعر، وحتى التوب ديالو رائع. المهم انتما شوف كيف طلع بصراحه واعر، حتى اللون بصراحه جا زوين مع الغرفه. وهاد المخدات الصغار جاوها اسوختي مع هاد الطقم حيت فيه شويه ديال الموف. المهم خصني دابا نقي هنايا، نقي الغبره. اللي كاين هنايا اللي كانت زعما. المهم هنا الكوسم غادي نمسحهم بهذا الشيفون. المهم هذا نقي على الاخر، هذاك شال الزباله حاشاكم. فهادو ايضا خصهم يتنقاو من الفوق بحال ما هكا. المهم هنا الغبره كامله تحيدات، هانتوما شوفوا عطاو ضيل الفلو واش يبان. المهم ما كاين لا غبره لا والو. دابا غادي نرجع الكوزميتيك لبلاصتو، كلشي الامور ان شاء الله نرجع على طبيعتها. احنا رجعنا لكم، انا رجعت لكم موالف كنقول احنا رجعنا لكم حيت كيكون معايا عالي. المهم نقي الداري، اش نقي الداري، باقي كاع ما نقي الداري. بغيت نقول لكم نقي الغرفه ديالي،
فبصراحه كانت متعبه شي شويه. بصراحه ما كنتش عوانه نهائيا ندير هادشي كامل، ولكن عارفين ملي كتبداو تنقي وكذا، جبد هادي جبد هادي صافي كتلقاو راسكم في تماره ديتها فوق تنجيب لها الغطا ديالها وكلشي. المهم كيف ما شايفين هنايا، المهم نقيت هنايا الغبره اللي كانت فوق هادو ايضا. المهم بصراحه في هاد الشميع فيها واحد الريحه اللي واعره واعره واعره، خلاوها على طراك هاريكا. وهنايا طبيعة الحال الكوزميتيك ديالي، وهنايا طبيعة الحال الروايح ديال علي وديالي والاسوان اللي كنديروا كلشي. وهنايا البلاكار الصغير الطاجيرات، انا ان شاء الله دابا نعمرو بشي ديكورات ولا بشي تصاور هكا. المهم هذا مكان اخوتي العزاز، المهم شوفوا الدنيا ما شاء الله، فيو رائع بصراحه. حق الله العظيم ما كرهتش نجيب شي طابله هنايا مع الصباح، نفطر غير حدا هاد الشريجن بحال ماكو. حق الله العظيم راحت البال. ايوا هذا مكان. المهم غادي نخلي هاد الشمعه كيف ما كتشوفوا معايا، غنخلي هاد الشمعه هكا شاعله حتى تطلق الريحه شي ساعتين ثلاث سوايع، خصها تبقى شاعله باش تطلق الريحه نيت مزيان. بصراحه الريحه ديالها واعره، ريحه الفانيلا ريحه فنه بزاف. ومهم باقي ليا بزاف ديال الروينه، الصالون مرون الصراحه، المراح مرون. البنات قلت لكم غادي نركب هاد المسوكات هنايا، فحيدت هذوك القدام. شوفوا شوفوا هنايا خصني نمسحو الصراحه، شوفوا. المهم حيدتو البارح الصراحه، ولكن ما كانتش عندي الكانه البارح نهائي اللي بدا يركب. المهم حيدت هادو البارح وما كملتش الخدمه ديالي، فجبت من كوشطاش جبت هادو سامبل زوينين بصراحه، وشي حاجه اللي غادي تبقى مزيانه، فجبت منهم اربعه. فاول حاجه غادي نديرها خصني نمسح هنايا هو الاول، ومن بعد نكملوا الخدمه ديالنا وكلشي. والله العظيم تعيس البنات، وحق الله العظيم عاد صعيب باش انك تخدمي بوحدك. انا عز عليا بصراحه نسالي روينتي نساليها مره واحده، ما عادش عليا بقى ندير كل حاجه مره مره. بصراحه باقي ما ساليتش، يعني هنايا غير نظفت الغرفه ديالي، والتنظيف صراحه لي نورمال، ولكن صراحه كان متعب شي شويه. المهم كيف ما قلت لكم اول حاجه نديرو جيسبر ان شاء الله يتحيد هاد السواد، الا ما تحيدش عادي. المهم هكا عادي شو خصني ندير ليهم، خصني ندير لهم جافيل باش يالله يتحيد مزيان. لكن حاليا ما عنديش لقانا لي الصراحه لله البنات ديال الصبارو. صراحه التركيبه ديالهم سهله بزاف، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. بطاقه ما عادش كتبان لكم لاله، هانتوما ندير لكم الزوم شوفوا. حاجه مهم بالنسبه لهاد الطاجيره اللي كتشوفوا معايا كاينه هنا، هاد الطاجيره هادي ديال الادويه كنحطو فيها ميديكال. صراحه زوين كي بزاف ديال انواع تما كاين في كوشطاج، ما عرفت هادو بالضبط شنو كيسميهم، تيجي عالي ونصولو. قولي كيف جاكم تحت في الكومونتير، كان عايز عليه شي حاجه تكون بسيطه. وبصراحه الثمن ديالهم خديتو من الوحده شي 6 ليرات بحال هكا 7 ليره، وكانوا نازلين صراحه ما نورمالمون هما كيجيبو 12 ليره الوحده، فكاين على حسب نتوما على قد جيبكم. المهم هانتوما البنات شوفوا براتيك بصراحه، زوينين هانتوما رائع زوينين. بالنسبه لهادو غادي نلوحهم بحال هاد المسامر بصراحه كعزايه بقاو عندي، فغادي نخلي عندي المسامر وكلشي. دخلت لدابا الصالون شويه مرون بصراحه، الدنيا هنايا فريمون مرونه ديال بصح. فمهم هاد الشرف الشراشف راه ديجا شاركته معكم في فيديو سابق، فغادي نتمز هنايا ندير له تيميز جوزال هكا خفيف ظريف. وكيف ما عارفين هنايا لا بليبار كناكلو فيه صراحه، انا وعلي كنبغيو ناكلو مثلا داسين ونتفرجو في التلفازه. المهم بالنسبه لهنايا حطيت هاد القلاع حاليا حتى نجيب ليه شي حاجه اللي تليق به. ف بارفو كنجي كنحط ستابيزاتور هكا بجد كنكون زربانه كنحطو الشارجور كدا، وكم عارفين بحال هادشي ديال الخشب كيكون شويه حساس، ارد عليه ولا شي حاجه خصني نجيب ليه بصراحه القلاع اللي يجي معاه، ولي بصراحه بغيت ايضا يبان الخشب لداخل.
فتنشوف ان شاء الله شي حاجه اللي تليق به. هاد الشراشف اللي انا حاطه فوق الكنب بامكانكم تغطوا بيهم، بامكانكم تحطوهم هكا فوق الكنب، بامكانكم تحطوا هكا ديكور هنايا فوق الكنب في الجنب. المهم كل واحد وكيفاش كيبغي يستعمل. المهم انا حاليا بصراحه بكسره كنبغي نشارك معكم كل اي حاجه على طبيعتها، يعني كان بامكاني انا نحيدهم ويبان بلي ما حطاهمش. اي كنبغي انا نشارك معكم كل شيء كيف ما هي على طبيعتنا، كيف ما كندوزو النهار ديالنا، كيف ما كنقولوا يعني بلا بروتوكول بلا سبايا. فكيف ما قلت لكم انا حاليا باش نحافظ على الفوتوي، حيت قلت لكم اغلبيه الاحيان كناكلو هنايا، كنحط هادو فوقهم، ومثلا الا جا شي حد اكيد كنحيد تيم داخل ولا طرا كيبقاو بحال ما هكا، احسن بصراحه بالنسبه ليا. وايضا بصراحه ملي كتبقى جالسه تما كاين كيسخنوا لك العظيمات، ومام طون كتحطي فوقك هادو اللي حاطه انا هنايا كتغطي فوقهم. وعارفين فهاد الجو بصراحه شويه حساس. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله شتيوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله رائع. المهم اليوم ان شاء الله ايضا غادي نشارك معكم الغديوه ديالي. المهم هنا حطيت شويه ديال الخضاري بصراحه، صافي لونط ما كاينش خضاري هكا. وفي الوقيته ديال البرد بصراحه كيعجبني ناكل الخضيرات وشي حوايج بحال ما هكا. المهم حطيت هنا شويه ديال الخيزو، شويه ديال البطاطا، شويه ديال اللوبيا، شويه ديال البروكولي، وصافي غادي نخليهم بحال ما هكا. المهم شوفوا هاد العيبه حطيتها هكا على هاد الغلاقه باش ما يبقاش يتنفس غير من الجنابه ما من هنايا، باش يطيب مزيان هذا المكان اخوتي العزاز. من بعد ان شاء الله غادي تشوفوا في لو بلا ديالي شنو غادي نحطوا كلشي. هنايا عندي شويه ديال الصومون، فبصراحه كنا خديناه البارح انا وعلي، كنا خدينا جوج هكا ديال البارشايات، فعلي اليوم ما متواجدش في الدار، فغادي نخلي له حقه ان شاء الله حتى العشيه، وندير ليه حتى هو خضاري ونطيبوا ليه ان شاء الله الى كتر. المهم هذا ما كان، يعني اليوم ان شاء الله الاكله ديالي غادي تكون صومون والخضاري هكا مسلوقه مع شويه ديال السلطه، يعني غادي تكون صراحه اكله اللي فيها بروتين ديال بصح، حيت فريمون اليوم حرقنا لي كالوري بزاف يعني من الصباح وانا ما قدرتش الصراحه. الغديوه ديالي المهم قبلوا علينا وصافي. المهم هنايا حاطه شويه ديال الصومون كيف ما قلت لكم، وشويه ديال الخضاري مشكله، وشويه ديال البروكولي بصراحه عزيز عليا بزاف البروكولي، يعني كنحماق عليه شكون اللي بحالي عزيز عليا الخضروات هكا مسلوقه. فان شاء الله غادي ناكل، ندور لكم الكاميرا باش تشوفوني. المهم كيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي ناكل، المهم باين عليا عيانه حيت فريمون قلت لكم ديجا في الفيديو. فغادي ناكل بعد ان شاء الله نرجع لكم، باقي ما كملش الفيديو اكيد. المهم بصحه وراحه. المهم خوتي العزاز انا رجعت لكم تصوروا معايا، واخيرا يلا جلس من 12 ودابا الساعة 5 عاد باش قدرت نحط رجليا لاك، حق الله العظيم عاد شو رجليا هاكا كيديرو حق الله. شوفوا شنو مشى على هنايا الرومانسية اختي، رومانسية خصنا غير راجل عايشة غير بوحدي. المهم هنايا خوتي وجدت ليا شوية ديال كاس ديال القهوة، وهنايا حاطة معاه فريرو. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وطبيعة الحال تكونوا توانسوا معايا في هذا الفيديو، فغيمون كان فيديو اللي تحفيزي بالنسبة ليا وبالنسبة ليكم تانتوما. اللي عنده شي خماليط الا عنده شي روينة يمشي يجمعها. فبصراحة كان روتين اللي بصراحة شفت تغيير سوغتو في الغرفة ديالي، بان التغيير ديال بصح الصراحة،
وبالنسبه للغدا بصراحه كان لذيذ 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 بزاف، رجع فيا الحيويه والطاقه. راكم عارفين الصمون والخضار وكذا كيعطيو بروتينات فيهم الالياف، فريمون كنت عيانه وهاد الاكله رجعات فيا الروح. وواحد الحاجه واحده اخرى بالنسبه لديك الشمعه اللي ديجا وريت لكم، عرفتي طالقه واحد الريحه في الدار، يا سلام. عرفتي خليتها شي 3 سوايع دابا تقريبا ولا شي ساعتين ملي ساليت معكم الفيديو ديال التنظيف، عرفتي عطيه واحد الريحه في الدار كامل ماشي غير في الغرفه، حيت الباب ديال الغرفه مخليه مفتوح. عرفتي واعره واعره. خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الماجي. باي باي.